ابتدي معاك يا ندى. يمكن قصه انضمام كانت جايه ازاي؟ يعني انت اخر سيزون كنت مع هليوبوليس وقعدت فتره معاهم قبل ما تيجي. ايه اللي خلى النادي الاهلي يتكلم معاكي وبدات المفاوضات ازاي؟ هو بدات اول ما السيزون خلص كابتن علي كلمني وقال لي ان هو محتاجني ان هو يبقى ابدا معاه السيزون الجديد. بس بعد كده على طول يعني. بس انت اكيد عملتي ماتشات حلوه قصاد النادي الاهلي عشان كده يعني. قصدي اقول اخر الماتشات خالص كنا يعني لعبنا قدام الاهلي. يعني اغلبيه الماتشات لعبنا قدامهم في الاخر. ف تعبتينا جدا. ما هو ده طبيعي ان هو اكيد شايف. فلعبت كويس كده وقبليها في السيزون يعني برده كان في ماتشات كويسه. فالكابتن تقريبا كان محتاج البوزيشن بتاعي. ف وسيمي فاينل دوري السوبر برده كان ليكي. كان ليكي ماتش عملتيه كويس جدا. ايوه يعني قصدي اقول ان كابتن علي هاشم اكيد لما طلب ده اكيد يعني علمت علينا جامد يعني. بس خليني اقول انه ان يعني ان النادي الاهلي بيدور على صفقات من ليفل معين، يعني عايز حد يجي يعمل الفرق، وحد يجي يبقى مستعد ان هو فنيا ان هو انضم للفرقه، خاصه ان الفرقه كويسه، فرقه النادي الاهلي كويسه. شايفه ده ازاي؟ شايفه ده في المستقبل معاكي في السيزون اللي جاي ازاي؟ يعني كتدريب وكنادي الاهلي من كل النواحي يعني حاجه بروفيشنال. فحاسه ان هو يعني ان احنا هيخلينا نتحسن اكتر من حيث التمرين، من حيث الاهتمام بكل النواحي بتاعه التدريب وكده. يعني انت حاسه ان في احترافيه في حاسه ان الموضوع بروفيشنال اكتر يعني. نزلت التمرين ولا لسه؟ ولا بس لا بدانا نتمرن. ايه الجو؟ قولي لي بقى الصاله والجو. خلي بالك الجو ده بيبقى غريب شويه في الاول يعني. طبعا انت اول مره تنضم للاهلي، الصاله والجو والاضاءه يعني، وزمايلك قابلوك ازاي او زملاتك قابلتك ازاي؟ كلميني عن الشعور ده. هو شعور بس حاسه ان انا مخضوضه شويه. بس لا يعني كده كده البنات يعني احنا كنا اتمرن مع بعض في المنتخب، فالبنات اصلا اصحابنا من الاول. فبس يعني شعور ان انا داخله النادي الاهلي حاجه يعني حاسه ان انا مبسوطه. اقرب لعيبه ليك في النادي الاهلي؟ سوريا. ها انتوا بتقعدوا مع بعض في المنتخب يعني؟ انت اعتذرتي اخر بطوله اللي هي كانت في رواندا تصفيات المنطقه الخامسه. اعتذرتي يعني؟ بس انت في العادي مع سوريا في الاوضه. صح. ايوه. ويمكن ليها دور في ان انت تيجي ولا هي جت بظروفها؟ لا هي جت بظروفها، بس يعني اكيد لما بلاقي حد مثلا بحبه في الفريق ببقى متحمسه طبعا. اكتر ان هو يعني هبقى مرتاحه برده من ناحيه زملاتي وكده، ومن ناحيه ان انا مع الكابتن وكده. الحاجات دي كلها نواحي دي بتخليني ان هو اخد خطوه ان انا ممكن العب في النادي ده. صحيح، بتبقى الدنيا اريح. أيوة. تحس ان هي اسره وتخش. ايوه دي حقيقه.